ماراثون الكباش السياسي انتهى بدخول قبة البرلمان، وعلى جدول أعمالهم بند وحيد، إقرار قانون الانتخاب. نحو 3 ساعات انتهت بخروج الجميع من القاعة كما دخلوها، مؤمنين مقتنعين بأنه أفضل الممكن على الرغم مما يشوبه من نواقص. أقر القانون، وأنا بعتقد القانون باليوم بهالولادة ولادة مشوهة. يعني هو واضح بأنه هذا القانون مش القانون المثالي، وبعيد عن يكون عن ذلك، خصوصا أنه ما قدر يريحنا من الأبعاد الطائفية. أقر القانون والجميع يسأل عن دائرة البترون صغارة الكورة بشري، كيف ستكون معركتها؟ لا سيما أن البعض وصف القانون بأنه قانون جبران باسيل للفوز بالبترون. القانون يعني بشهادة الآخرين أنه بالعكس بيربح تيار المردة نواب، وبيفتح لهم خيارات بكل المناطق عبر مناصرين وحلفاء وأصدقاء. بعدين يعني صار قانون، يعني اليوم بده قراءة هذا، ولكن القراءة الأولوية، لأنه لا بالعكس نحن موافقين. صوتوا عليه إذا ما قرأت؟ نحن صوتنا عليه، لا نحن ماشيين معه للقانون، نحن ماشيين معه من أيام بكركي وضلينا معه لليوم، من أيام اللي صوتنا عليه بكركي لليوم نحن معه للقانون. غيرنا راح ورجع وراح ورجع. نحن هذا القانون مشوه، يعني هذا القانون يعتبر مشوه. ما بتصور؟ لا ليك، ما نحن اللي اتفقنا عليه بكركي هو المبدأ 15 دائرة. موضوع تفاصيل القانون ما بحياتنا حكينا فيها ببكركي. لا مش مشوه، انا بعتبرك لك تتمشي قانون بدك يكون كل الافرقاء راضيين، تيكونوا كل الافرقاء راضيين كل واحد عنده هواجسه بده يجرب يعالجها من خلاله، ونحن اقل ناس بهذا الموضوع لان احنا ما تعطينا بهذا الموضوع، ولكن احنا بنقول تطلع قانون بهذا الظرف بهذه الايجابيه، قانون نسبي بلبنان، انا بعتبر هذا انجاز بحد ذاته، هذا انجاز بحد ذاته، ولكن انه نحن نطلع كل قانون في سلبيه. هلا قديش نسبه هيدي السلبيه؟ انا بعتبر الكوتا النسائيه يمكن فيك تعتبرها سلبيه، يمكن فيك تعتبر بس، ولكن طب تطلعوا بايجابيه القانون بتلاقوا 80% من الموضوع ايجابي، بضل في 20% سلبي. البترون ضد الوزير جبران باسيل، هي اللائحه مكتمله بكل الدائره، نحن اليوم بكل الدائره حيكون لنا مرشحين، بيكون لنا مرشحين بعد، يعني نحن عم نقول نحن عنا حلفاء، عنا اصدقاء وعنا مناصرين، نحن منا عم بس رح نكون لائحه مكتمله. رح نكون لائحه مكتمله. في حوار بعبدة لرؤساء الكتل النيابيه رح تشارك؟ اكيد اذا دعينا فخامه الرئيس، نحن من اول يوم من هون من هذا الدرج قلنا اذا دعينا فخامه الرئيس نحن بنشارك اكيد. بالعكس نحن كثير مرتاحين على وضعنا. رح يكون تحالفكم مع التيار الوطني الحر بكل الدوائر؟ ممكن يكون نعم، وممكن ببعض الدوائر ما يكون يناسب يكون هالتحالف قائم. نعم هذا قانون أخذ بعين الاعتبار يعني مصالح كل المكونات السياسية في البلد والمكونات الطوائفية والطائفية في آن واحد. نحن كنا بنأمل أن تكون الدوائر أكبر وأن يكون الصوت التفضيلي محرر وغير مقيد، لكن ضمن توازنات البلد وتعقيدات العلاقة بين المكونات السياسية لم يكن ممكنا أكثر مما كان. وحده وزير العدل كان مدافعا عن كل مندرجات هذا القانون. كل الوزراء كان معهم القانون من زمان، وكل الوزراء عم بيدرسوا مواد القانون من زمان، وهذا قانون درس باللجان الفرعية بس نواه؟ لا أبدا، لا ما في تمديد، منه تمديد، هذا منه تمديد، كل شيء يرخص أمام الهدف اللي وصلنا له بهالقانون. أقر القانون وانتهى أحد أكبر سجلات لبنان السياسية، إلا أنه لا يختم هذا الملف، إذ أن بعض القيادات السياسية تعمل لإدخال بعض التعديلات. باسل العريضي، قناة الجديد.